إذا رجعنا من بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا فتة البطاطا ولا بدنا نشوف مقادير الحلويات اللي عندنا لليوم اللي هو بودينج الفستق الحلبي. ياريت نشوفه يا شباب. إذا جاهز عنا أكيد جاهز. جاهز يا عبد الله؟ أوكي. بودينج الفستق الحلبي بدنا كوب من الفستق الحلبي المجروش. ممكن نستعمل أي نوع مكسرات بدكم إياه. ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة، ثلث كوب من السكر زائد ملعقة، ملعقة كبيرة من الفانيلا، نصف كوب من النشا المذاب في الماء، في ثلث كوب من الماء، وملعقتين كبار من الماء كمان حتى نضيفهم مع الجيلاتين، 4 كوب من الحليب المراعي، وهون أضفنا طبعا الحليب. هون عندي 4 أكواب من الحليب المراعي، راح أضيف عليهم ثلث كوب السكر وملعقة مباشرة، راح أضيف عليهم الفانيلا، هاي الفانيلا اللي عندي هون، والمستكة المطحونة. أنا عندي هون جيلاتين، الجيلاتين ملعقة كبيرة. هون حاطط 3 ملاعق من الماء، وطبعا المي باردة، انتبهوا مي باردة هاي ذوبناها. وعندي ثلث كوب ماء مع نصف كوب من النشا كمان المذاب عندي هون جاهز. صار في عندي هون غليان، أضفت السكر، أضفت الفانيلا، وأضفت طبعا حليب المراعي، 4 أكواب لتقريبا بيطلعوا لتر من حليب المراعي. نحكي شوية الآن، إحنا عبير ما تغلي عندي بريل، سائل الجلي بريل، سائل عظيم جدا ومحترم، أول سائل جلي طبعا في الوطن العربي، في مادة الأنزيم اللي بتشيل الأوساخ وبتنظف كل شيء بقوة. راح أضيف شوي من القرفة هون. أوكي، طبعا البريل في منه 3 ألوان و3 نكهات، الأصفر بالليمون، الأزرق بالمارين، والفواكه اللون الأحمر، وكمان لطيف على البشرة، ما بيسوي أي تحسسات، إشي روعة. واسألوا شيف نضار عنه. وكمان مين كمان؟ هيثم. وين هيثم؟ أوكي، هون صار في عندي غليان بعد ما ضفنا السكر والأمور هاي كلها. راح أضيف النشا مع التحريك المستمر. هون مش راح أضيف الجيلاتين إلا لما يصير في عندي هون كثافة، وصير عندي ثيكنس منيح. لا يعني بدي لازم تغلي حوالي 10-20 ثانية مع النشا والحليب حتى يصير عندي تماسك. هون دور الجيلاتين إيش هو؟ دور الجيلاتين رايح يعطيني قوام أكثر للمهلبية، لأنه الفكرة من هاي المهلبية أو البودينج إنه أنا بدي أقلب الجاط ثاني يوم قلب، ما بدي أحطهم بجطات صغيرة، بدي أعمله زي قالب الكيك أو يعني كثير بيطلع منظر حلو. شوفوا هون كيف صار عندي غليان، هيو عم بغلي، صار في عندي كثافة. طبعا المقادير استخدموها على الشعرة هتطلع معكم نتائج، ما حد يحكي لي ما زبطت معي، اشتغلوا على المقادير 100% هتطلع معكم، لأنه هاي مجربة ومعمولة أكثر من مرة. يعني هاي صار في عندي غليان وصار في عندي كثافة. الآن مباشرة راح أضيف الجيلاتين، بس ما بدي أغلي الجيلاتين غلي، انتبهوا الجيلاتين مضيفه في آخر مراحل الإضافات. راح أضيفه، أهم شيء أنه نحركه منيح يعني ظلكوا محركوا فيه وبالغوا بالتحريك حتى يذوب عندي 100%. هون صار عندي جاهز. بجيب طبعا جاط بايركس بهالشكل، بحط فيه نايلون، شايفين هاي النايلون موجود هون، بضيف فستق الحلبي، وممكن اضيف اي اشي مش ضروري بس فستق حلبي، ممكن اضيف لوز، اضيف فستق عبيد، اضيف جوز هند، جوز هند رخيص مش غالي، يعني شو عندكم موجود استخدموه ما في مشكلة. هون راح نضاف، نعمل زي طبقة من البودينج، حليب مراعي، سكر، نشا وجيلاتين، شوي شوي فوق اللوز أو أي نوع من المكسرات اللي بتشوفوها أنتم مناسبة. أوكي بهالشكل. هون أحبابي هاي بدها طبعا بدها سووها قبل بيوم، نضيفها بالثلاجة. أوكي، أنا مفيش معي وقت كثير، أفرجيكم اللي أنا عاملها موجود عندي بالثلاجة. طبعا ثاني يوم بطلعها
وبقلبها فبتطلع عندي بهالشكل. هي انا هون انا مجهز لكم قطعه، شوفوا كيف تماسكها ممتاز. بسبب ايش؟ بسبب انه في عندي جيلاتين وعندي نشا. خلينا نقدمها، بس اهم شيء انه اقل شيء 12 ساعه، مش اقل من 12 ساعه داخل الثلاجه، حتى نسمح للجيلاتين والنشا انهم ياخذوا معنا بهالشكل. اذا اعزائي احنا اليوم حلقتنا خلصت، مطبخ رؤيه مع نبيل، بشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.